فيه عن تفاصيل كتيرة جدا، وكمان هو قال لنا مفاجأة عن عروسة جديدة في الوسط الفني وهي هنا الزاهد. تعالوا مع بعض نشوف لقائنا الخاص والحصري مع اسلام جمال. النهارده بنورنا ويشرفنا برنامج عين نجم شاب عمل اعمال كتير مميزه جدا اسلام جمال. اهلا بيك فايز. اهلا بيك. اخبار الجيم ايه؟ تمام. تمرين اخباره ايه؟ طمنا كده. كويس. لا مش كويس والله الحمد لله. بتتمرن كام يوم في الاسبوع؟ انا بشوف لك صور كتير قوي وانت في الجيم. حوالي 5 ايام مثلا على قد ما اقدر يعني. اسلام؟ اه والله. صور هيطلعوا يوم ويومين. لا والله 5 ايام. مهتم انت بالشيب بتاعك؟ اه انا بحب اتمرن دايما يعني مش ببقى بجهز لدور معين او حاجه معينه، انا في المطلق بحب اتمرن دايما. حكايه الفوتبول معاك؟ اه انا بحب الكوره جدا. مين طب من الفرق بقى اللي في مصر بتشجعها؟ بتقول ولا ما بتقولش؟ زمالك طبعا. زمالك وبرا مصر؟ آه برشلونه اسبانيا وارسنال في انجلترا. انا بس يعني اغلب الفرق هتلاقيها الفرقة رقم 2 في البلد. دايما حظي صعب يعني مع الكوره. طب بتعمل ايه وقت الماتش بتاع الزمالك؟ لا انا لو في تصوير على قد ما اقدر بحاول اجله يعني. اه يعني انت حياتك بتبقى وقت الماتش؟ لا اروح اتحايل على المخرج انا اسف بقى استاذنك مش عارف اشتغل اتفرج على ماتش الزمالك ونكمل. طب دلوقتي شغال في كرو، الكرو مثلا اهلاوي وانت زملكاوي مثلا وسطهم كده، تبقى عامل ايه بقى؟ بيبقى الموضوع صعب جدا والله. مفيش غير مسلسل الرحله اللي فات ده في رمضان اللي فات، المخرج زملكاوي ومدير التصوير زملكاوي، كل حسيت بايه بقى؟ فماتش الاهلي والزمالك قاموا سايبيننا نتفرج عليه، حسيت بحاجه جميله وعايز اشتغل معاكم على طول والله. بلاي ستيشن اخباره ايه معاك؟ لا بلعب مع اصحابي. لعيب يعني ولا ايه؟ لا انا اي حاجه فيها كوره انا اي حاجه فيها كوره ولعب دول. نروح بقى لمسلسل الرحله، انت شايف ان الرحله يعني اخد حظه زي ما بيتقال كده؟ والله انا شايف انه عمل كويس جدا، اعتقد بعد رمضان كمان الناس ابتدت تتفرج عليه تاني، ولسه اما يتذاع عرض تاني اعتقد هيحقق نجاح اكبر من اللي هو حققه. وانا شايف ان هو نجح نسبيا يعني مع الاعمال اللي موجوده في رمضان. لا كان كويس، كان متواجد وعمل. دورك كان جديد؟ شخصية حسن دي صعبة، أول مرة أعمل حاجة إن واحد بيحب واحدة هي بتحب واحد تاني يعني. يعني أنا شخصيا ما عشتهاش، فكان صعب على إن أنا أحسها، فكان حاجة مختلفة وحاجة حاسس إني بعمل حاجة ما عملتهاش قبل كده، فكانت تجربة حلوة يعني انبسطت بيها. طب بما إن الشخصية أنت ما عشتهاش أو ما عشتش الإحساس بتاعه إن هو يبقى بيحب واحدة وهي بتحب حد تاني، عملت إيه عشان تجيب تمسك الشخصية دي زي ما بتقول؟ انا الاول بدات اقرا الشخصيه في حاجه غلط. اه والله كانت ايه بقى؟ في حاجه غلط في شويه مشاهد يعني. في مشهد بنزل على ركبي بقى افتح خاتم اقدمه الكارما الشخصيه اللي قدامي، وهي اصلا تفكيرها في حد تاني خالص تكسفني. انا ما عشتش ده، قعدت امهد لنفسي ان انا لا انا طب دورت على اي حد من صحابك عاش المأساه دي؟ بالظبط. اه والله بالظبط عملت كده. اه والله. لما تقول لي مين بقى من صحابك يعني بلاش فضايع، بس لا في واحد صاحبي يعني حصل له المشكله عاش مرتين. فانا بقيت بمثله. ده انت مسكتش، ده انت جبته بقى عملت كوبي اند بيست من الشخصيه دي بما انه مجرد حسن برضه. طب حسن معلش هو مش قصده. معلش حسن بصراحه. عشت شخصيه حسن بقى، اخدت بقى حسن صاحبك ده قعدت معاه كده وقلت له احكي لي احساسك ايه بقى؟ عارف كل البلاوي اللي في الموضوع بتاعت حسن. اجتهدت وحسيت ومثلته. يبقى عندك عملين في رمضان، كان في كمان سك على اخواتك تشالنج تعتبر، وبركه كمان، وبركه بس بركه تاجل. انا بتكلم على ان هو يبقى نازل اثنين في نفس الوقت، الدورين مختلفين خالص. الدورين مختلفين خالص. ده وائل ده ولد مستهتر، اهله مسافرين سايبينه عايش هنا لوحده، ابتدى يتاجر في مخدرات وحاجات ممنوعه، في الاخر بيبتدي يفوق لان هو الولد اصله كويس. وكان ليه علاقه بهنا الزاهد شخص الدنيا، علاقه عاديه ان هم اصحاب، اتقلبت في الاخر ان هو حبها يعني حاجه مختلفه في سكه ثانيه خالص. هي برضه هنا كمان كيوت كده ورقيقه. ولا رقيقه ولا حاجه. ولا رقيقه. هنا اسلام فضحك خلاص. اخويا مش اخوك. يعني مش بقى مش البنت البلوندايه الكيوت الرقيقه. لا ده منظر بس. ايه طب ما تقول لي هنا كده تحيا عنا ايه؟ ده والله والله شعنونه. لا انا بحبها جدا طبعا دي. لا رقيقه جدا، بس هي معايا انا عشان احنا اصحاب من زمان، فتحس ان احنا اثنين صحاب اثنين ولاد بيتخانقوا مع بعض دايما. على فكره انت بتقول عليها سر جامد قوي. اه والله. ان هنا دايما بنشوفها الكيوت الرقيقه البنوته ده في السينما كتير. ده في السينما؟ اه هنا انت بتاتي حاجه ثانيه خالص. علي ربيع
قولي بقى في الكواليس عامل ايه؟ انا عارفه ان علي دمه خفيف ومطرقع في انا الحقيقة انا كمان جدا. عارف ان هو دمه خفيف من مسرح مصر وانا بتفرج, ولما اشتغلت معاه لا بجد عسل والله وقلبه على كل الناس. يعني انا فاكر في مره بنعمل مشهد انا وهنا, جه قال لي هو افيه اقسم بالله انبسطت ان في بني ادم بالروح دي. يعني لا هو شخص طيب وشخص جميل ربنا يكرمه. بتجمعكم حاجه ثانيه اعتقد نفس المدرسه؟ ما اعرفش والله ما اعرف. كان في ناس بتقول ان انتوا كنتوا في نفس المدرسه. لا انا في نفس المدرسه انا محمد رمضان. انت محمد رمضان؟ اه مش عالي. لا انت يا اسلام عرفت امتى ان انت لا الكوره؟ لا مبدئيا انت بس ما كنت تلعب كوره لعيب ولا الولاد اللي هو دايما والله. عايزين يقول لك انا لعيب كوره دي؟ لا والله العظيم لعيب. لا كنت كويس. طب ايه اللي خلاك سبت الكوره؟ هي بس الكوره دي نصيب. هي كل حاجه عايزه تركيز اكتر شويه كمان. يعني يمكن لو الزمن رجع بقى دلوقتي لا اقدر العب. كان في حاجات ناقصاني ما كنتش بعملها. يعني كان في عامل بدني مثلا ده مؤخرا باعتماد التسامي. انا كنت رفيع شويه وبتاع, ممكن اكون احرف من ناس كتير بس مش ايجابي اكتر من ناس كتير كانوا مهتمين بالحاجات دي. طب لو رحنا لتامر حسني بدايه برضو مع تامر حسني. تامر حسني معروف برضو ان هو راجل جدا مع صحابه. طبعا ده صاحب فضل كبير عليا بعد ربنا. ده اول واحد قدمني للناس وانا كنت صغير. يعني كان عندي شخصيه انا اعرفه من زمان يعني عن طريق رامي ابن عمه صاحبي جدا. فكان عندي شخصيه بقلبها له, شخصيه واحد فلاح. فخدها كان عايز يعملها عنده في فيلم. الدنيا اتغيرت والشخصيه عجبت الشخص ما وكانوا هيجيبوا حد تاني غيري فمسك ان انا لازم انا اللي اعملها. فما حصلش نصيب اما غير الفيلم كله عمل نور عين. يعني غير حاجه كبيره عشان بجد شخصيه يعني اسلام هو اللي كاتبها. ده يعني كان نور عين ما كانش هيبقى نور عين, كان هيبقى حاجه تانية. كان هيبقى نور عين بس بدل اخوه ده كان ولد قريبه جاي من البلد ولد فلاح. شخصيه كنت هعملها هو. انا ما كنتش معروف خالص فكانوا هيجيبوا حد يعني مشهور اسمه معروف اكتر. كان هيبقى مفيد للعمل يعني. فلما قال لي قلت له الحمد لله خليه يعمل. فهو استغرب ان مش متضايق وما عنديش مشاكل. فقال لي لا والله العظيم لا هتعملها. فلفت الايام شهرين ولقيته بيكلمني على دور بقى اسلام اللي انا عملته في نور عين. كانت البدايه مع تامر؟ كانت البدايه طبعا. طبعا طبعا كانت البدايه وهي فرصه. انا شايف اني اتشعبطت فيها على قد ما اقدر. يعني اعتقد عملت حاجه كويسه. انا راضي عن التجربه يعني الحمد لله. هتشتغلوا تاني مع بعض؟ يا ريت يا ريت لو في حاجه كويسه يا ريت. لو انت قاعد كده في وقت فراغك ممكن تلاقيك مثلا بتقرا حاجه وبتكلم مثلا تامر او بتكلم رمضان تقول له انا قاري مثلا الروايه دي حلوه قوي ما تيجي ولا ما تعملش كده؟ انا بقرا بس يعني انا بقرا بس يعني بس يعني مش كتير يعني. انا بحب اتفرج تتفرج يعني دايما اتفرج على افلام. انا عندي نتفليكس ده حياتي. انا قاعد بتفرج 24 ساعه على افلام. انا بحب السينما من وانا صغير فعلى طول هتلاقيني قاعد بتفرج. طب بما انك بتحب السينما من وانت صغير كلنا كده في عندنا ايه زي مثل اعلى كده او حد بتتفرج عليه تقول انا نفسي ابقى زيه حتى لو انت مش بتمثل. بيبقى في حد كده ايكون. كان مين الايكون بتاع اسلام وهو صغير؟ انا من وانا صغير في مصر هنا كان استاذ احمد زكي واستاذ عمر الشريف الاثنين بموت فيهم. وبره دينزل واشنطن ده بالنسبه لي اهم حد جه يمثل في دينزل واشنطن. ما كنتش متوقعه منه. مش عارفه ليه بس يعني الاختيار مش حاسه ان يبقى اختيارك انت. وانا صغير يعني في ناس وانت صغيره مثلا تحبي شخص لما تكبري تحبي حد تاني. لا هو معايا من وانا صغير لحد ما كبرت هو رقم واحد بالنسبه لي. اتفرجت على افلام ايه موجوده في السوق دلوقتي؟ طبعا انت اوريدي مشارك في حرب كرموز فاحنا هنتكلم عنه. بس ايه الافلام التانيه اللي انت شفتها في السينما الايام دي؟ والله عربي ما شفت. ما شفتش والله. شفت اجنبي. طب شفت حرب كرموز؟ شفت رحت العرض خالص. طب قول لي بقى باشا مصر امير كرارة كان عامل معاكوا ايه في حرب كرموز؟ انا عارفه عمرو جميل برضه جميل. لا امير كرارة يعني اما جالك الدور مين اللي كلمك على الدور؟ بيتر؟ قبل دكتور بيتر رنا السك وعم محمد السك وندى كلموني قالوا لي احتمال دكتور بيتر يكلمك النهارده في حاجه. يعني هو دور صغير دور شرف بس احنا جايبين في كل دور صغير ممثل. فقلت لهم انا معاكم يعني ان شاء الله. بعد كده اتقابلنا حكوا لي الموضوع قلت لهم يلا. ما تمتش يبقى الدور اكبر شويه بما ان كان نفسي فيلم حلو قوي اصلا. كان نفسي فيلم جميل والله. كان نفسي الفيلم ده هيتحط في تاريخ السينما المصري. هو اوريدي اتحط. فيلم محترم وفيلم هادئ. رحت مع مين العرض خالص؟ رحت مع لا مع واحد صاحبي وندى ورنا الصبح هم اصدقاء يعني. ايوه مين اللي الاسلام يبقى مستني يعرف رايه او رايها في اي عمل بيعمله؟
يعني كلنا كده في حد معين مستنيين المكالمه دي. انا بالنسبه لي هم اربعه يعني، ابويا وامي واخواتي البنات. ربنا يخليهم. الله انت الولد الوحيد بقى مع البنات. اوكي. ده تلاقي تقضي مدلعك خالص. مدلع خالص اكيد. حاجه يعني صعبه. والبنات برضو صح؟ ما انا اعتبر عندي ثلاث امهات. ثلاث امهات. اختين بقى. اصغر ولا اكبر البنات؟ لا اكبر مني. اكبر. ده انت يعني انت اللي متدلع بقى في البيت صح؟ ايه عجبهم طب سكر اخواتك بما انه مسلسل كوميدي ولطيف ودايما الست بتحب الضحك لا احنا الامهات عندنا يحبوا الحاجات الخفيفه دي على الفطار كده يتفرجوا. لا عجبهم جدا. عجب. الحمد لله. قالوا لك ايه على هنا بقى بما انك انت قاعد يعني كان ليك مشاهد كتير قوي انت وهنا؟ لا بيحبوه. وانت بتقولي هنا في الحقيقه مش لا لا بيحبوه. لا بيحبوه. لا الناس كلها بتحب هنا. هنا عسل. اسلام ايه اللي جاي؟ في حاجه بتقراها الفتره الجايه؟ يا مسهل بقى انا عندي فيلم ان شاء الله لسه يعني ما دام ما مضيتش ما بعرفش اتكلم عشان ما احرقش الاحداث يعني. ان شاء الله ده فيلم محترم انا عايز ارجع بيه للسينما ان شاء الله. بدايتك كانت سينما، الناس كلها قالت اسلام هيركز في السينما لانك سبت السينما وركزت شويه في الفيديو. هل في حاجات كانت بتجيلك انت ما كنتش حاسس نفسك فيها؟ بالظبط. انا في السينما انا شايف ان السينما ما فيهاش هزار. معلش انا ممكن ابقى عملت خمس مسلسلات مش كويسين وعادي الدنيا هتمشي، من السينما ما فيهاش هزار. فيلم وحش بيأثر على الفنان، فأنا مش عايز أقعد أنزل من بيتي أتعب وأعمل وفي الآخر أفلام مش هتضيف لي حاجة. فبحاول أتشعبط في أي حاجة بس فيها سنة نور، حاجة كويسة أجري أعملها على طول. طب هتغششنا حاجة عن الفيلم الجديد؟ والله العظيم لسه يعني حتى يعني هما هو بطولة ثلاثة أنا آخر واحد فيهم لسه الاثنين التانيين والله لسه ما فيلم شباب. بطولة نساء رجال بقى اعتقد من الثلاثة. رجالة كل حاجة هو بعدين يقول لك الستات ستات فين بقى الستات؟ ما تقولي البطولة ثلاثة رجالة. طب مفيش عنصر نسائي؟ طب لا في والله في دور صغير شكلها رجالة. لا لا في في في. اسلام مبسوطة جدا كنت معاك النهاردة. احنا ان شاء الله هنكون معاك في الفيلم اللي انت لسه مش تقولي تفاصيل عنه بإذن الله. طبعا. هيكون بطولة ثلاث نجوم والعنصر النسائي هيكون صغير في الفيلم خاص ده اللي احنا عرفناه. طب الفيلم هيبقى اكشن ولا كوميدي ولا هنصنفه اكشن كوميدي؟ اكشن كوميدي. دي حاجة لطيفة جدا. لو تمام هتكون فرصة تصوير امتى؟ بعد العيد على طول ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله. نورتني والف مبروك على نجاحك في رمضان اللي فات وان شاء الله بتمنى لك اعمال ناجحه كتير قوي. الله يبارك فيك.